صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه قتل الشعب العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة معاش أولا أليم بدلالة المادة معاش أول أي العراق عليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 من الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قراراً حضوري.